إسبانيا بيبتدي تاريخها تقريباً بالقرن الحادي عشر قبل المسيح، وتعاقبت عليها شعوب كتيرة، منها السلتيين، الفينيقيين، اليونانيين، القرطاجيين، الرومانيين. دخلت المسيحية على البلاد بأواخر القرن الأول على إيد الرسول يعقوب سان جاك. بعدين صار في كتير غزوات بربرية، وخاصة بالقرن الخامس، وهونيك تأسست الطبقة الملكية. فتنا على كاتدرال دل المدينة، هيدي الكاتدرال اللي عم نشوفها الرائعة، حقيقة أخذت تقريباً 100 سنة عمارة. بتتميز بوجهتها من الطراز الباروكي الحديث، وداخلها من الطراز الجوتيك الحديث. دشنا البابا يوحنا بولس الثاني وقت الزار إسبانيا. ما بيعرف أفيلا، وكلنا بنعرف حتى القديسة تيريزيا الكبيرة أو تيريز دافيلا. أفيلا عاصمة المقاطعة الإسبانية اللي بتحمل الاسم ذاته، هي مدينة بشمال غرب مدريد وبتشتهر بأسوارها القديمة. أكيد كلنا منعرف أنه تيريزيا الأفيلية أو تيريز دافيلا هي ملفونة في الكنيسة أو معلمة كبيرة في الكنيسة.